ودلوقتي مشاهدينا خلينا نرجع تاني للميا حمدين ونعرف معاها اخبار الطقس بالتفصيل. يا لميا، الجو عمال يلعبنا كل شويه، حر برد برد حر، هنصيف امتى؟ لا النهارده اظن ان درجات الحراره هتبقى فيها ارتفاع طفيف شويه، ولكن في تحسن في الاحوال الجويه اكتر من الايام اللي فاتت. خلونا نتابع بالتفصيل. بصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافي نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي فرص لأمطار خفيفة على أقصى الغرب. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. في كمان النهاردة نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي وطمنين عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان احنا ملاحظين في ارتفاع طفيف في درجات الحراره النهارده. بالفعل الارتفاع في درجات الحراره بحوالي 3 الى 4 درجات عن الايام الماضيه، متوسط عظمى على القاهره الكبرى اليوم ما بين 25 ل 26 درجه مئويه، وده بسبب ان احنا بنتاثر ب الهوائيه جنوبيه قادمه من الصحراء الغربيه، فهتؤدي لارتفاع درجات حراره واحساسنا بالاجواء الدافئه النهار على السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، اجواء مائله للحراره على بعض المناطق من جنوب البلاد، شمال وجنوب وجنوب سيناء خلال فتره النهار، وجود اشعه الشمس اللي بتساعد بشكل كبير احساسنا بارتفاع درجات الحراره. بالإضافة كمان إن اليوم خلال فترة النهار فصل رياح سرعته ما بين 30 إلى كيلومتر على الساعة، وطبعا إحنا بنقول كتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية مع نشاط رياح، فهيكون مثير لبعض الرمال والأتربة أحيانا على القاهرة الكبرى، محافظة الوجه البحري، وكمان بعض من السواحل الشمالية الغربية. بالإضافة كمان إن اليوم متوقع خلال فترة المساء يكون في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد، وتحديدا هيكون في مطروح والسلوم والمناطق الموجودة في القناة الشمالية الغربية، لكن أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. بالإضافة فترة الصباح الباكر بالفعل تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن طبعا يعني تأثيرها على الرؤية الأفقية ما كانش كبير لأنها كانت شبورة مائية خفيفة. متوقع ان شاء الله استمرار ارتفاع درجات الحراره غدا الجمعه، متوقع عندنا العظمى على القاهره الكبرى ما بين 25 26 درجه مئويه، مع استمرار كمان نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه. فمهم جدا واحنا خارجين مرضى الحته الصدريه والجيوب الانفيه، لازم اليوم وغدا نرتدي الكمامات لان هيكون فيها اتربه ورمال مثاره. بالاضافه كمان بلاش نغير نوعيه الملابس بشكل كبير، خاصه فترات الليل، لازم فترات الليل على الاقل نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه، فلو خففنا فتره النهار دايما فترات الليل يكون معانا جاكيت، لان كمان احنا متوقع ان درجات الحراره وتقعد تاني الاجواء الشتويه مع يوم السبت والحد الجايين ان شاء الله، لان كميات الامطار هتبدا تزيد مره اخرى وانخفاض في درجات الحراره وترجع تاني تسجل ما بين 20 و21 درجه مئويه. نشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 25 والصغرى 14، العاصمه الاداريه 26 13، اسكندريه 24 12، العالمين الجديدة 24-11، مطروح 21-12، دمياط 24-14، بورسعيد 23-13، الإسماعيلية 26-12، السويس العظمى فيها 25 والصغرى 13، العريش 23-11، كاترين 17-6، طابة 23-14، حلايب 23-16، شلاتين 26-15، شرم الشيخ 26-15، الغردقة 25-16. هنروح للفيوم العظمى فيها 25 والصغرى 11، بني سويف 25-11، الوادي الجديد 27-12، أسيوط 26-10، سوهاج 26-12، قنا 26-13،
الأقصر 27-13 وأخيرا أسوان 28 والصغرى فيها 14. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. يمكن الظاهرة الجوية الأكثر شيوعا النهاردة هي الشبورة المائية وكمان الرياح المثيرة للرمال والأتربة، عشان كده بنوصي مرضى الجيوب الأنفية والحساسية يرتدوا الكمامة لما يخرجوا للشوارع. مرة تانية نرجع لمصطفى ومنا نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لكلامك.